فضيلة الشيخ، بالنسبة للحديث الذي ورد، الرجل الذي يخلصه الله يوم القيامة يمن عليه ويخلصه، وكان له سجلات 99 سجل من الذنوب والمعاصي ووضعت في كفة، ثم جيء بالبطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. نعم. الحديث في سنن الترمذي، ما توجيهكم للحديث مع بقية الأحاديث التي هي معلومة، وأنه لا بد من تعذيب العصاة في جهنم، مع أنهم جميعا يقولون لا إله إلا الله؟ نعم. وأيضا الشق الثاني، إنه هل يصلح إيراد هذا الحديث وبقية أحاديث الرجاء على العوام، أو لا بد من البعد؟ أما الأول فيجب أن نعلم أن من كان مؤمنا ولو كان إيمانه ضعيفا فإننا لا نجزم له بدخول النار، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الرجل الذي كان معه كمال التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كان هذا الإخلاص التام مانعا له من الخلود في النار ومجوزا أن يغفر الله له، كما في الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية كما تعلمون ذكرت مرتين في سورة النساء. وأما أحاديث الرجاء في كهذا الحديث وغيره، فهل يحسن أن تتلى على العوام؟ الجواب: يحسن أن تتلى على العوام مع أحد أمرين: إما أن يشرح للعوام معناها، وإما أن يذكر معها أحاديث الوعيد، حتى لا يغلب عليهم الرجاء فيقعوا في الأمن من مكر الله، ولا الخوف فيقعوا في القنوط من رحمة الله. نعم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمة جيدة، قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالواجب أن الإنسان إذا ذكر مثل هذه الحديث يشرح ويصرح. نعم.